بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرفنا بنزول القرآن وهذب أخلاقنا بسنة سيد ولد عدنان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأكوان. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يقتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه فأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله وعن آل بيته وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. وفي هذه الحلقة الحديث عن القرآن، لأن رمضان هو الشهر الذي وجد الرفعة والسؤدد والسياد على بقية الشهور بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف حال الأمة مع كتاب ربنا جل جلاله؟ هذا الكتاب المحكم الذي أنزله الله عز وجل لنا هداية، وأنزله الله عز وجل لأجل أن يضيء لنا معالم الطريق. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن أول ما نزل فيه قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أمة أول ما نزل في كتاب ربها اقرأ، فكيف حالها مع القراءة؟ نعم، نحن في شهر رمضان، شهر القرآن والتلاوة والإقبال من هذا المصحف، وأن نفتتح هذا المصحف لأجل أن نبرك أعيننا وأن نمتع ناظرينا بالقرآن، لأن القرآن ضمن الله عز وجل فيه للأمة الشفاء والعصمة من كل زيغ وزلل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مؤسف جدا أن تكون العلاقة بالقرآن فقط في رمضان، لابد أن تكون علاقتنا بالقرآن مستمرة في رمضان في غير رمضان، لكن نزداد تعلقا وتشبسا بالقرآن في رمضان لأن واقع الحال يحتم علينا ذلك. والناظر إلى أحوال سلفنا الصالح أهل الهداية والقرون الأولى الفاضلة تعلقوا بالقرآن، فكانت سيادتهم وسيطرتهم مهيمنة. ما زلنا إلى اليوم نتعبد بسير السلف الصالح لأن سيرهم باقية، لأنها ارتبطت بالقرآن، وما ارتبط بالباقي بقي، والذي ارتبط بالفاني يفنى. طالما أن السلف الصالح كان ارتباطهم بالقرآن أبقى الله سيرتهم حية. وكأن الإمام الشافعي حي بيننا إلى اليوم نتذاكر أقواله. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله هو الذي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، 60 مرة بيختم الإمام الشافعي القرآن في رمضان. أي همة هذه؟ أي علو همة هذه تجعل الإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان؟ سيدنا عثمان ابن عفان كان يختم القرآن في رقعة الوتر، يكبر للوتر وكان يختم القرآن. وذكر الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن بأن كثير من السلف الصالح كانت صلتهم بالقرآن مستمرة، منهم من كان يختم القرآن في رمضان في يوم واحد،
مرتين كالشافعي، ومنهم من كان يختم القرآن مرة واحدة، ومنهم من يختم القرآن في كل يومين مرة، وفي كل 3 أيام مرة. الصلة بالقرآن قائمة. لماذا؟ لأن الخير كله للأمة في ارتباطها بكتاب ربها. وإننا نرى بأن العلوم كلها مأخوذة من كتاب الله عز وجل، لأن الله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو أردت عقال بعير لوجدته في كتاب الله. وكان إمامنا مالك إذا دخل رمضان ترك حلقات العلم وترك كل شيء وانكب على القرآن. العلوم كلها مأخوذة من القرآن، أي علم حادث مأخوذ من القرآن. قالوا إن القرآن أشار قبيل 400 عام إلى الطب، فالطب كله في قول الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أشار القرآن حتى إلى الهندسة المعمارية في قول الله: أتبنون بكل آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أشار القرآن إلى مسألة الاقتصاد وضبط المال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يغتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. أشار القرآن حتى إلى الصناعات الغذائية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أشار القرآن حتى إلى الصناعات المتطورة والتحلية في قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. أشار القرآن حتى إلى تسليح الجيوش: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أشار القرآن حتى إلى علم القانون: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما من علم حادث إلا وأشار إليه القرآن. حتى قالوا علوم الطيران أشار إليها القرآن في قول الله عز وجل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. ما من علم إلا أشار إليه القرآن، طالما أن القرآن يشير إلى واقعنا بما في ذلك الجوالات. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، فحري بالأمة أن ترتبط بكتاب ربها. وفي أعظم مشهد إيماني يذكره العلامة ابن الجوزي عن أحد الأسلاف الذين مضوا، ألا هو الإمام العلم المرقوم في القراءات، الإمام حمزة ابن حبيب الزيات. هذا الإمام العلم كان لا يفتر لسانه من قراءة القرآن، مرتبط بكتاب الله عز وجل. والإمام حمزة هو أحد القراء 7، أشار إليهم الشاطبي بقوله: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. قالوا الإمام حمزة جاءه أحد الذي يخدمه، فوجد الإمام حمزة في الصباح وهو يمرغ خديه على الأرض، فقال: يا إمام، ما الذي حصل لك؟ قال: أعيذك بالله أن لا تخبر أحد. قال لي: أخبرني فإني لا أخبر أحد. قال لي: رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت وقد دعي بأهل القرآن، وكنت في من حضر هذه الدعوة، ولكن لما دخلت سمعت هاتفا يقول: لا يدخل علي اليوم إلا من عمل بالقرآن. قال: فرجعت القهقراء. والقهقراء أن يرجع الإنسان من غير تلفت. قال: فهتف باسمي: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الرب. قال: فبدرني ملك وقال: قل لبيك يا رب. قال: فقلت: لبيك يا رب. قال: حينها في منامي أدخلت دار سمعت فيها ضجيج أهل القرآن. قال: فقال لي الهاتف: اقرأ يا حمزة ورقة. قال: فالتفت فإذا منبر، فجعلت أقرأ وأنا لا أدري على من أقرأ. قال: فقال لي: اقرأ سورة الأنعام. قال: فقرأت الأنعام إلى أن وصلت إلى قول الله: وهو القاهر فوق عبادي. قال: مهلا، ألست القاهر فوق عبادي؟ قال: قلت: بلى يا رب. قال: فقال لي: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: قلت: قرأتها على كذا، أبي عبد الرحمن السلمي.
عن سليم عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب من الذي أقرأ علي؟ قال قلت رسول الله. ومن الذي أقرأ رسول الله؟ قال قلت جبرائيل. ومن الذي أقرأ جبرائيل؟ قال فاستحييت وأنا بين يديه في منامي أن أقول له أنت. قال حينها أدخلني دار وضمخني بطيب وقال لي لا أفعل بك وحدك يا حمزة، وإنما أفعل بنظرائك من أهل القرآن. يا حمزة أعلم أهل القرآن بمكانة أهل القرآن عندي، فوعزتي وجلالي هم الصفوة الأخيار، وما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن. يا حمزة لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار، ولا أذنا سمعته، ولا قلبا وعاه. ثم قال لي أين نظار المصاحف؟ قال قلت حفاظه يا رب. قال لا، من نظر إلى هذا القرآن نظرة إجلال، إني حافظ لهم هذه النظرة أرافعهم بها درجات. قال فهذا الأمر الذي أبكاني. أهل القرآن هم الصفوة الأخيار، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع القرآن من غيره، يأتي إلى سيدنا أبي بن كعب يقول لي يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يقول سيدنا أبي بن كعب يا رسول الله الله غسماني لك، يعني ربنا قال لك أبي بن كعب، قال لي ربنا قال لي كده. فقرأ النبي عليه سورة البينة، وقرأ النبي القرآن على سيدنا ابن مسعود، ولما وصل إلى قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، ابن مسعود يقرأ القرآن على رسول الله، قال لما وصلت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، نظرت إليه وإذا عيناه تذرفان. الصلة بالقرآن قائمة، ندرب ألسنتنا على القرآن، لأن القرآن فيه الطمأنينة، فيه الأمان، فيه السخاء، فيه الرخاء، فلتكن قلوبنا متعلقة بآية القرآن. آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم، لم تغترم بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم، أردت بلاغتها دعوى معارضها يد الغيور يد الجاني عن الحرم. سائلين الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يحشرنا في زمرة أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.